أتمنى إنه اللي أقوله أقدر أوفي حق الفنان الراحل طلال مداح. أول مرة سمعت طلال مداح كان عمري حوالي يعني 11 أو 12 سنة، مو أكثر من كده. طبعا زي ما سمع غيري وأعجب فيه، كان شيء جميل جدا إنه فنان سعودي يوصل لهالمرحلة. أول مرة قابلته كان عمري 13 سنة، لما قدمت لنفسي على أساس إن يقدمني للعالم الفني. فطبعا هو كان أكرم من الكرم، وده شيء معروف يعني عن الفنان طلال مداح. فقدمني للوسط الفني وقف جنبي بكل يعني ما يوقف فيه جنب أخ جنب أخته، يعني اعتبرني أنا أخته الصغيرة. وفي نفس الوقت يعني ابتدى يعني قدم لي النصايح وقدم لي المواعظ وقدم لي الألحان وقدم لي الملحنين. يعني هو اللي عرفني على الأستاذ فوزي محسون، عرفني على عمر كدرس، عرفني على الأستاذ لطفي زيني، عرفني على حسن دردير، عرفني على كل المجتمع الفني. فطبعا يعني هذا الشيء ما هو كثير على طلال ولا هو جديد. أنا كنت رايحة وخايفة، يعني تعرف خايفة أرتعش، يعني أنا كيف لسه ما زي ما يقولون ما طلعت من البيضة وبروح أقابل هرم من الأهرام الفنية، يعني شيء مرعب طبعا. بس لما رحت يعني أنا وقابلني هو، يعني ثلج لي صدري أو هد من روعي، لأنه طريقة مقابلته لي وطريقة الحفاوة اللي قابلني فيها، وقال لي لا تخافين وتفضلي غني، وشال العود، مسك معي العود وغنيت أول أغنية. يعني أنا لما سمعت صوتي سمعته في أغنية أنت عمري، كانت أيامها كانت لسه أغنية أنت عمري، فسمعته أنت عمري. وكان بالصدفة عنده في البيت كان الأستاذ محمد عبد المطلب الله يرحمه، في كان بيته. موجود في بيت الأستاذ طلال مداح، لأنه كان وقت الحج وكان هو جاي للحج، فكان الأستاذ طلال مداح هو المستضيف.